تدري لما يجي يسألوني يقول اسمع لما يجي يسألوني زي السؤال ذاك يقول خلاص احنا كذا مدري ايش والله حصلناه بالسعر الفلاني. لما يجي واحد يتناقش معي كذا فيس تو فيس يقول طيب ليه ما سجلتها يا اخي؟ والله اريح لك يا اخي. اريح لك مني ها؟ ايوه اريح لك مني. انا زول غالي عليك يا اخي بعدين اخسرك. انا ما ابغى اخسرك. هو عشان شنو؟ عشان يقنعك انك تنزل له. يقول لك انا لما يقول لي يا اخي انا غالي عليك انا كثير عليك اريح لك ليك. بس يا جماعه لازم تدي زكاة صوتك. زكاة صوتك اقرا قران. لا لا تجي جهة صح ولا يا جماعة شام. تجي جهة يا جماعة اعتبروها مسلسل خيري. طيب عبد الله حبيبي يا جماعة خير أتوقع أن عبد الله حبيبي قد خرج عن سياق الحلقة وعن محاور الحلقة. شكرا لكم مشاهدين الكرام. هذه الحلقة كانت حلقة جميلة. طيب خلاص والله كان فيها الكثير من المكاشفات والمصارحات. طبعا طبعا لا لا هي حلقة خيرية. لا ترى باقي احنا حلقة خيرية. معلقين الصوتيين اللي هو الفويس اوفر ياخذ اكثر باضعاف من المنشدين. من المنشدين بنقل ولا يتعب. انا اقول لك كيف تقول لي؟ انا اقول لك اقنعني. عادة معلق الصوت كم ياخذ اذا اذا اي كان يقول لك كم تاخذ على التعليق؟ كم تاخذ على التعليق الصوت؟ 20,000. لحظة ابو دقيقة 100 ريال 50 ريال. كذاب. ايه 100 ريال. كذابين. لا 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 كذاب صيغة مبالغة دائم الكذب. لدائم الكذب اي صح. بس هذه كذب. انت لكن قول كذب. انت تكذب. كذبت اذا كذبت. طب انا كله خيري. يا جماعة الخير بديكم معلومة. كله خيري. عندهم ميزة. عبد الله حبيب زمان كان يجي عند هشام يسجل يروح عند سامي يسجل. الان تبارك الله استوديو في بيته. يعني ما لانه ما يحتاج صدى ما لا لا في لا لا لازم صوت لا, لا لا في بعض العملاء يطلبون منك. اسالك سؤال وتوزيع تقدر تسجل صوتية. عبد الله حبيب تقدر تسجل فويس اوفر بجوالك؟ نعم في حلقات موجوده على اشهر قنوات العالميه والعربيه بجوالك بالجوال. ويا جماعه الخير على التعليق ابو دقيقه والله ما ياخذوا اقل من 5000 10000. لا لا غير صحيح. لا 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 غير صحيح. لا لا غير صحيح. ها ابو دقيقه بس اسمع في براندات في الصوت. في اصوات براندات في الصوت. طب هو براند. لا دقيقه الله شاف والله اسمع. لا 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 والله اسمع اسمع طيب اجلس اجلس. لا سلم عليك يا هشام. انا بقول معلومه في براندات. لا سلم عليك يا هشام. في يا جماعه شكرا استاذ هشام. لا تكفيك الله شكرا. مايك طاح. انا عبد الله ما وصلت اني اكون براند لسه. انت براند. لا لا في اصوات يا جماعه. انا اخبر شخص معروف انتم تعرفوا كلكم. جالي شركه معينه يسجل لهم سلوجن يعني فلنعتبر انه سلوجن مثلا شبكه المجد القنوات الامنه للاسره. كم؟ 25,000 ريال. ما شاء الله يرزقهم. بس هذا صوت اربع ثواني. خبرته كم؟ 35 40 سنه. صوت تسمع. طيب سؤال. تقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما كثيره؟ على صوته وخبرته حقه والله. ايوه حقه. هي يستاهل. ذاتها تقال المنشد على صوته وخبرته. بالله كم مهرجان طلعنا احنا؟ كم نشيد سجلنا؟ كم روحنا وجينا؟ لا غض النظر عن النقطة هذه، أحيانا الشخص ما هو براند، يعني ما هو ذاك أيوة. بالشكل هذا بس انه مبدع. صوته جيد، أداؤه ممتاز، لغته حلوة سليم وكذا، بياخذ على دقيقة 500 ريال أقل حاجة. شفت؟ ممكن ياخذ 1000 ريال على دقيقة. مقطع مدته دقيقة. وأنتم تاخذوا على الدقيقة 7000. لا شارة هي. لا أحيانا أقل. احيانا ما يصفى له الا 500 ريال ولا 1000 ريال ويتعب في اللحن للمنشد. والله يقعد يفكر في اللحن يا واد الهارموني بس عندنا ياخذ ساعه الهارموني. اسال هشام احيانا يفكر في اللحن ويقعد ويكلم فلان وفلان ايش رايك في اللحن ويراسلني ايش رايك في اللحن لا غير الطبقه عدل ما ادري ايش وكذا وبعدها نجي نسجل ونتعب وكذا وبعدها مشاهدات اليوتيوب في النهايه يعني ممكن يصفى له من مبلغ 1000 1500 ريال 2000 ريال معلق الصوت ما ياخذ منه اي جهد حتى تفكير مجرد يفكر دقيقه اصلا